أربع حمامات غلقوا الحمامات ديالهم، بقوا في فترة الحجر الصحي ما يفوق ثلاثة أشهر، والحمد لله ما تسجلت حتى حالة ديال العصيان ولا ديال الرفض ولا ديال شي حالة ديال الوباء أنها تكتشفت في الحمام، رغم ما كان لهذه الفترة وهذه الحقبة من ثقل مادي واجتماعي على رب الحمام. المشاكل والثقل المادي أنه انعدم ليه واحد المدخول يومي اللي كان كيضمن به السيرورة ديال الشغال ديال الحمام ديالو، لدرجة أنه كيضطر كيسخن الحمام ديالو ولو ما عرفش عدد الزبناء ولو ما يجي تزابون. المهم في بداية النهار خصو يسخن الحمام، كان الزبناء ولا ما كانوش، هذا هو الالتزام المادي الاول ديال ارباب الحمام، ديال ارباب الحمامات. خاص يكون مسخون، خاص يكون الفضاء نقي. اذا كاين واحد البيجي، واحد الميزانيه كيبدا بها مول الحمام، ما عرفش راسو واش غيدخلوا الناس واش غيجيو الزبناء وما غيجيو ما غيجيوش. وفي خلال هذا الحجر الصحي انا الحمامات تغلقوا، ما كانوش هاد المصاريف، ولكن كاينين مصاريف ديال الصيانه، لان الحمام واحد المقاوله لا ما خدمش كيهترق التجهيزات ديالو، واحد الحمام واحد المقاوله اللي خاصها تخدم يوميا، واحد الصيروره ما خاصش ينقطع على في الخدمه، وواحد المقاوله اللي رب الحمام في اليوم ديالو ما كيقولش شحال، ما كيعرفش المداخيل ديالو شحال، وما كيعرفش المشاكل، وما كيعرفش الميزانيه اللي غادي يشغل بها الحمام شحال في هذاك النهار. يقدر يكون عنده عطب في الصنابير، يقدر يكون عنده عطب في لي شوديير، يقدر يكون عنده عطب في النار، يقدر يكون عنده خصاص في مواد الحرق، واحد الاكراهات كيعيشها رب الحمام يوميا، سواء الحمام خدام ولا في فترة ديال الحجر الصحي. والحجر الصحي كاينين الناس اللي عندهم التزامات كثيرة، التزامات ديال الواجب الكراء، أنا الناس كاينين اللي كارين واجب الكراء، كاين اللي عندهم ديون، كاين اللي عندهم قروض من الأبناك، وهذا الثقل الاجتماعي ديال الناس اللي كيشتغلوا في الحمامات، للمساعدين والمساعدات والسيد اللي كيكون مسؤول على التسخين، هذوك الناس بطبيعه الحال ما لقاوش فين يزاولوا الاعمال ديالهم، وتا هما تضروا. ولو ان الدوله تكلفت بواحد الشق في اطار ديال صندوق كوفيد ولا الراميد ولا هذا، ولكن ما كانش واحد الاستفاده 100% بالنسبه للعاملين في قطاع الحمامات. بالنسبه للتحضير لاستئناف العمل، التحضير لاستئناف العمل، ان ارباب الحمامات كانوا كباقي المواطنين فرحانين باش يشغلوا الحمامات ديالهم، وباش المواطنين يلقاو فواحد فضاءات ديال الراحه، فين يغتسلوا، فين يجيو بعد واحد الغياب ديال 3 شهور، ولكن تصدموا بواحد الالتزامات كتعطاهم بانهم غادي يديروا في الحد في المزاولة ديال النشاط ديالهم ب 50% بالطاقة الاستيعابية. هذه مقدور عليها لأن حنا في فترة صيف، والصيف كتقل الحركة ديال أرباب الحمامات، كيقتلوا المداخيل، إلا ما نقول كينعدموا المداخيل. التباعد الجسدي، هذه اللي صعيبة باش يضبطها رب الحمام في الحمام ديالو، حيت كيتعامل مع مواطنين، كيتعاملش مع اشياء ولا جماد ولا هذا، والناس كيفكروا، ولو ان الناس ولا عندهم واحد الوعي بالوباء وهذا، ما غيتضبطش قضيه ديال التباعد، وهذه هي اللي غتشكل مشكل لرب الحمام في حاله الالتزام ديالو بان المواطنين غيحترموا التباعد. كاين المحلات الكبار يقدروا يحترموا فيها شروط التباعد الجسدي، ولكن في الحمامات الصغار وفي بعض الاحياء اللي كنظن غيكون مول الحمام هذا هو العائق الوحيد اللي عنده في استئناف العمل ديالو. التدابير الاحترازية، كما شفتي راه شفنا أرباب الحمامات بأن الناس شراو المعقمين، شراو الميزان ديال الحرارة، شراو نظفوا حماماتهم، عقموا حماماتهم، لدرجة أن الجمعية راه تعاقدت مع شركة ديال التعقيم كتسهل المنخرطين التعامل مع هذه الشركة، عقموا الحمامات، عقموا الفضاءات، وغيحترموا هاد الشروط ديال التباعد الجسدي. ولكن الصعوبة اللي كاينة هو أن واش المواطنين غيحترموا هاد الشيء اللي تشرط على مول الحمام داخل الحمام. المشكل اللي غيكون هو التذكرة وتسعيرة الاستحمام، حيت الطاقة نحدوا الطاقة الاستيعابية في 50%، 50% الثمن ديال الاستحمام راها أكثره 12 درهم.
ولا اي حمام كان هو عنده مشاكل وعنده مصاريف وعنده ثقل مادي بالطاقه الاستيعابيه العاديه. كنا في ظروف الاشتغال غتكون واحد المسؤوليه على الحمام، ولكن اللي كنبغيو نشيروا ليه حنا كجمعيه بان المسؤوليه هنا مشتركه بين المواطن وبين وزاره الصحه. وزاره الصحه هي اللي خاصها تكون مسؤوله على الحالات اللي غادت تعلن مستقبلا، أن رب الحمام لا يمكن له أن يتحكم في المواطنين. وبطبيعة العمل أنا كاين حمام الرجال وحمام النساء، راه صعيب باش غتفرض على المواطنين قضية التباعد. والمواطنين هذه ماشي شركة ولا مدرسة ولا هذا غيدخلوا لها في وقت واحد ويخرجوا في وقت واحد، راه أوقات الدخول مختلفة وأوقات الخروج مختلفة. ومول الحمام ما غاديش يفرض توقيت ولا على المواطنين شحال غيجلس في الحمام. هذه هي من ضمن المستحيلات اللي عند رب الحمام. رب الحمام ما غاديش يسيطر على الوضع الداخل في الحمام ديالو، وهذه هي من ضمن المعيقات للاشتغال.